أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لها الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الأقلاع الخاصة بالبراند أو الكمبيوتر الأيسر الفيرتيون أو فيريتون S4. رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات الأقلاع. بالبداية أصدقائي وقبل ما بلش الفيديو بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لا تنسى ما تدعمني بالإعجاب لأنه هذا الشيء بيزيد من انتشار الفيديو. إذا كان عندك أي سؤال عن هذا الكمبيوتر بالذات اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. إذا أصدقائي بعد تشغيل جهاز الكمبيوتر وبالضغط المتكرر على زر الديليت بفوتني مباشرة إلى البيوس الخاصة بهذا الكمبيوتر. هاي هي البيوس أصدقائي، مثل ما أننا شايفين أول خيار اللي هو الانفورميشن ومعلومات عن الجهاز بشكل عام من المعالج والرامات وما إلى هنالك. الخيار اللي بعد منه الستاندرد سيموس فيتشرز اللي بقلب الهارد المتصل والسواقة المتصلة معلومات عنها وعن حجومها. ما عندي أي شيء إضافي إلا بالنسبة للتاريخ وتعديل إعدادات التاريخ. خروج إلى الوراء عن طريق زر اسكيب بطرف الكيبورد. الأدفانس بيوز فيتشرز رح نفوت عليها، ومنلاحظ هون بهذا المكان بقدر أعدل إعدادات الأقلاع وأختار الأداة اللي بدي أقلع عن طريق إما السيدي روم أو الهارد ديسك بالبداية. تمام، إذا أنا حطيت السيدي روم لأني حاطط سيدي ويندوز. طيب إذا كان عندي بدي أقلع عن طريق فلاش ميموري بنتقل عند الهارد ديسك. بالهارد ديسك بضغط وبختار بأول خيار مثلا وبختار له انه بدي اخذ فلاش ميموري. انا حاطط فلاش ميموري اسمها توشيبا، بختارها مثل ما انا شايفين. تمام، وبعمل خروج بالسكيب وبرجع لعند البوت ديفايس الفيرست الاول وبقول له روح على الفلاش ميموري. وبنلاحظ هون ما عاد طلع الهارد، طلعت الفلاشه. ليش؟ لانه عن طريق الهارد ديسك اخترت انه يقلع اول شيء الفلاشه. بدي ارجع الهارد، بضغط على اول وحده وبقول له اختار الهارد، يوم بيرجع الهارد للبداية وبتصير الفلاشة بالطرف الثاني. برجع لفوق بقوم ما بلاقي الفلاشة، بلاقي الهارد. ملحوظة مهمة جدا شباب انتبهوا لها. بنتقل انتقالات سريعة لتحت، ما عندي أي شيء. بالخروج بزر السكيب برجع خطوة لورا وأدفانس تشيبسيت فيتشرز. حاول انه الانتل في تي تكون بحالة انيبل، ما بقدر لا غير هيك. هون بهذا الخيار ما في عندك شيء. رجع لورا التارجت تماما. بالاونبورد ساتا مود خليها الاي اتش سي اي، حطها بهذا الخيار يا شباب. تمام، طول ما انه هارداتك كلياتها ساتا والسواقه اللي عندك اياها ساتا حطها بهذا الخيار الاي اتش سي اي لتاخذ سرعه اعلى بالساتا. اكيد لا تنسى اللوجيس يو اس بي سبورت تكون بحاله انيبل، امر مهم جدا. ما في اي شيء. ورجع لورا، ما عندك اي شيء هون. بي سي هيلث بهذا المكان اصدقائي بيعطيك درجة حرارة المعالج ودرجة حرارة اللوحة الام، بالاضافة لبعض الفولتيات الخاصة بالباور سبلاي للتأكد منها. بهذا الخيار البيوس سكيورتي فيتشرز فيك تحط باسوردات للهارد ديسك او للبيوس او لاقلاع الجهاز بالبداية عن طريق البيوس طبعا. واخيرا اللود ديفولت بيوس اللي بتخليك انك تعمل استعاده ضبط مصنع للبيوس وترجع الاعدادات الافتراضيه الاساسيه. والخيار هذا اللي هو اسمه سيف اند اكزايت سيت اب، اللي انه تخرج مع الحفظ او الخروج بدون الحفظ، اكزايت ويذ اوت سيفنج. وانا بفضل دائما اني اخرج مع الحفظ لاني عدلت بعض الاعدادات وهيك انا صرت جاهز للاقلاع عن طريق الفلاش ميموري او السي دي. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.